آياتكم أنتم كفار، أنتم كفار. ولا واش حبينا نردهم دوك ثاني هادو نزيدو نقلبو الدنيا راس على عقب؟ ولا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ربي يقول بلي اليهود والنصارى كفار، كيفاش دوك حنا نديرو مع المسلمين وندخلهم الجنة؟ وهذا القرآن كيفاش نديرو لهم مال الآن؟ هؤلاء كفار، سبحان الله العلي العظيم. اليهود والنصارى كفار والمشركون معهم والكفار معهم جميعا، ويبقوا أهل الملة وأهل القبلة اللي سماهم ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. ولهذا من نواقض لا إله إلا الله، أقرأ أقرأ الدين باش تعرفوا راك الدور. من نواقض لا إله إلا الله، تروح لا إله إلا الله تاعك إذا اعتقدت ولا صححت مذهب هؤلاء الكفار، تقول لا لا وعلاش عليهم؟ يخهم يعبدوا في ربي وعندهم التوراة وعندهم الإنجيل. فإذا اعتقد الإنسان هذا أو صحح مذهب الكفار راحت لا إله إلا الله نتاعو. هؤلاء كفر بنص القرآن الكريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. اسمع اسمع، المسيح هذو ماشي المسيحيين، صحوا هذو ماشي المسيح، هذو نصارى. المسيحيون هم أتباع المسيح من كانوا على دينه وماتوا على ذلك عليه السلام. ما هؤلاء الآن هذو نصارى، سبحان الله العلي العظيم. شو سورة أواخر المائدة، يا عيسى بن مريم لا إله إلا الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت لهم؟ معاذ الله الأنبياء لو كان يقول هذا الكلام. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ معاذ الله، نبي يأمر بالكفر، رسول يأمر بالشرك، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، هذا التنزيه، هذا التقديس، هذا الإجلال لرب البرية. قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وش هو اللي أمر به؟ أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. فمريم ليست زوجة الله، وعيسى ليس ابن لله عز وجل، أمه صديقة، كان يأكلني الطعام. فعيسى عبد الله ورسول الله، وأمه صديقة عليها السلام. فكيف يسوغ الآن للمسلمين أن يظهر في بيته ولا في مكان هكذا مع جماعة من الناس يظهرون فيه شعائر الكفر؟ واش هي علاقتك انت بهذوك؟ علاش التكلف هذا؟ علاش وزيدوا ما هم سامعين بك وزيدهم ما دايرين في بالهم وزيد دايرينهم دايرين احنا قيمة دايرين حاجة هادشي هاد بدليل الغطرسة، الغطرسة نتاع الكفار وعلى رأسهم النصارى واليهود وما يفعلونه في المسلمين وفي مقدسات المسلمين ورغم ألوف المسلمين. والمسلمون لا حول لهم ولا قوة بسبب تركهم لدينهم وتغيرهم في 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 أحوالهم وفي عقائدهم وفي معاملاتهم وفي آدابهم وفي أخلاقهم. فانظر يا أخي سبحان الله، يعني الإنسان الحمد لله ربي أكرمنا ولنا بصيرة ولنا بصر ونسمع ونرى ونعقل ونميز بين الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. سبحان الله العلي العظيم. فتتبعون سنن من كان قبلكم، طريقة من كان قبلكم. من؟ اليهود والنصارى يدخلون، قال شبرا بشبر، هذا الشبر وهذا الذراع، لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا هذو اليهود والنصارى. قال فمن؟ وصحبك شوف شوف المظاهر، شوف الكلام، شوف التصرفات، شوف البيوت، شوف التعليم، شوف المؤسسات. قل انت، قل هذا له علاقة بالكتاب والسنة ولا له علاقة بطريقة اليهود والنصارى؟ انظروا يا أخوان. والآن الغزو راه كلانا
كان يقول الغزو الفكري ما الفكري. دوك الغزو راه في الديار في البنات في النساء فينا في ديارنا في شعرنا في سروالنا في بناتنا في الهم في المصايب اللي راهي تتتالى علينا. هذه كارثة. لتتبعن سنن من كان قبلكم. سبحان الله، الشبر بالشبر والذراع بالذراع، ويدخلون جحر ضب وتدخلون معهم اليهود والنصارى اليهود والنصارى. هذا العياد ما يتاعكم، ما تحوسوا عليها يا جماعة، اتقوا الله، خافوا ربي، ما عندكم حتى علاقة بها. نزيدكم سؤال، صح نفهموني مليح، لما كان هذا لما كان التاريخ نتاع 12 ربيع الأول، على من يقول على من يقول أنه هو التاريخ الذي ولد فيه رسول الله؟ على من يقول؟ على من يقول؟ وعلى مذهب من يقول؟ على مذهب من يقول أنه يحتفل بمولده؟ أنا أحب نسألكم سؤال، اللي راهم في بلاد الغربي وبين قوسين اليهود والنصارى، هذا التاريخ هذا والمولد نتاع النبي فيه، ما شفتوا حاجة هكذا على غير العادة عند اليهود والنصارى؟ مركة شو ما حاجة عادية، ما هو السامعين ذهبا إلا شتوا اجتمع اليهود والنصارى وقالوا هذا المأدوبة وهذا الطعام وهذا الحلوى وهذا المظاهر اللي مولد محمد بن عبد الله. يودي الناس ما يسمعنا بنا قاع، الناس راهي تتحكم في القوت نتاعنا وفي الرقاب نتاعنا، وحنا رانا مضروبين بسيف الذل والإهانة. ما كاش قاع، ما كاش. كيفاش دوك تجي نتا تروح تدي وتشري وتندب وتطلع وتزيد حتى تسلف، تزيد تسلف حتى دراهم باش تبان أنك تواكب العصر وتمشي مع الرقي والحضارة وتحتفل بأعياد هؤلاء الناس، تحتفل بعيد الصليب ثالث ثلاثة باسم الأب وباسم الإبن وروح القدس وجيل كريمسيس هذا وتحييه وتعلنه وتشهر به، وكينزيد بزيادة دوك حتى اللي يسافر، الفنادق محجوزة والرحلات محجوزة. إلى أين؟ إلى بلاد الكفر. واش يديروا؟ راحوا يدعوا للإسلام، ذهبوا ليشاركوا اليهود والنصارى في أفراحهم واحتفالاتهم، والفنادق هنا محجوزة رأس السنة و26 ديسمبر و24 و25 إلى 31 إلى غاية 6 جانفي. يقول ما يقولوش عيد الميلاد، أعياد الميلاد. وانت واش علاقتك بهذه الأعياد هذه؟ يعني انت راه عندك عقيدة تدخل بها الجنة، عندك عقيدة يا سيدي لو كان تعتقدها وتمشي عليها تسوت بها الدنيا برمتها، عندك لا إله إلا الله. هذا هو الفرق. جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب جاء دخل عندنا جاشي، جاء عمرو بن العاص قال له هاد الناس هادو راهم غيروا لنا الدين نتاعنا وجابوا لنا دين جديد وسبوا الآباء نتاعنا وسبوا الآلهة نتاعنا وداروا لنا. النبي جاء غير مجرى التاريخ، غيره كامل وغير تاريخ البشرية كامل. جعفر بن أبي طالب قال له أيها الملك خاف ربي، كنا قوما نعبد الحجارة والأصنام، وكنا قوم نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقتل النفس التي حرم الله ونفعل من الزنا ونأكل الربا ونسيء الجوار ونخلف المواعيد ونفعل. فجاءنا الله بهذا الرجل نعرف نسبه وحسبه، فدعانا إلى توحيد الله، تغيير البشرية، تغير مجرى التاريخ وتغيرت البشرية من أصلها من جذورها، من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله ربع بن عامر إلى رستم، قال رستم اسمع، أنتم عباد، أنتم رعاة الإبل في جزيرة العرب، جئتم تطمعون في نسائنا الحسنوات وفي أموالنا وفي كذا؟ قالوا يا المسكين، احنا ما جيناش على جال نساكم وما جيناش على جال الذهب والفضة نتاعكم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. نستع رسالة، نستع دين، نستع عقيدة، نستع إيمان. هذا هو الذي ابتعثنا الله به سبحانه وتعالى. التغيير،
النبي غير البشرية. رجل كان يعبد حجرة ولا يعبد ربي، والرجل كان يسيء الجوار سارة يحسن الجوار، والرجل كان يقطع الرحم سارة يصيرها. بماذا؟ بالإسلام. ولهذا الناس لا يتغيرون إلا بالإسلام، ولا يغيرهم إلا الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مسخرة فوق الأرض إلا من رحم الله.